بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية كالعادة مع كتاب بيليغ اي كومبروندر. طبعا كنا قد وصلنا إلى لا لاتر سي إلى لاتر أس، وقلنا بأن السي أحيانا ينطق كأس. طبعا أس إلى جات بين دو فويل هي نفسها تنطق كزد، ملي تجي أس بين دو فويل هي نفسها تنطق كزد. لو فيرب رياليزي، إذا طبعا عندنا أس بين دو فويل، مثلا لو فيرب رياليزي تنشوفو اس بين اي وبين او، اذا طبعا لا نقراها هنا رياليسي، اذا رياليزي طبعا هنا عندنا اس بين دو فويل، اس نفسها تنطق كزد اذا اتت بين دو فويل. سي طبعا تنطق كاس اذا اتى بعد اي او 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 ايغريك، تنطق كاس مثلا كما يدار هنا ننطق سو سي، مثلا سالسي سو سي الى غير ذلك، او سي ايغريك مثلا نتكلم عن كلمات سيكليك يعني دوري، شيء ما دوري. سي عندما تتبع بايغريك تنطق كاس. اذا عموما راينا بان هذه السو وهذه السو، هذه السي وهذه السي حسب مواقعها طبعا في الكلمة. طبعا هنا تنتكلم على هاد الأحرف من حيث النطق، أن السو تنطق كالسو، لكن لا يمكن تعويضها طبعا في الكلمات. مثلا عندما نتكلم هنا عن كلمة بلاس، لا يمكن أن نكتب بلاس باد أس، لأن المتعود عليه أن بلاس تكتب بالطريقة، بالإضافة كما قلنا فيما سبق بأننا إذا كتبنا أس هنا اس او مكان سي او ستنطق بلاز، كما قلنا قبل قليل بان اس هنا ستوجد بين او وبين ا، وبالتالي ستنطق كزد. لكن عموما حتى لو جاز هذا لا يمكن ان نعوض اس او مكان سي او، لان كلمه بلاس انها تكتب بهذا الشكل. نفس الشيء فيما يخص لو فيرب بلاسي، انك تتحول شيء من مكان الى مكان، او مثلا كلمة لو سينيما يعني السينما، لا يمكن كتابتها باس اي، لان المتعود عليه ان كلمة سينما انها تكتب بهذا الشكل. طبعا هذا هو التحدي الموجود في اللغة الفرنسية حقيقة، ليس كاللغة العربية ان ما نسمعه يمكن كتابته، يعني يكتب بطريقة واحدة، وانا في اللغة الفرنسية ممكن ان شخصا ما يخطأ ويكتب سينما مثلا بهذا الشكل اس اي بدل سي اي، وهي تنطق بنفس الطريقة. وحتى اذا اردت البحث عنها في المنجد بهذا الشكل اس اي فلن تجد الكلمة، ولا يمكنك ان تجد شرح الكلمة الا اذا كتبت او بحثت عنها بالكتابة الصحيحة. نستكمل مع هذه الاحرف عندنا في بداية الفقرة الموالية. افاس René a effacé. Ici, par exemple, le maître a demandé à René d'effacer le tableau. Alors là, René a effacé. C'est-à-dire que René a effacé le tableau. Et dans là, un المدرس طلب من René أن يمسح السبورة. Et dans René, مسح. Le verbe effacer يكتب CE. يكتب CE. المدرس عندما طلب من غوني أن يمسح السبورة، إذن غوني أ إيفاسي، غوني أنه مسح. المقصود هنا غوني أ إيفاسي لو تابلو، يعني أن غوني مسح السبورة. إذن يقول له إيفاس، أو بيان غوني إيفاس لو تابلو. إذن غوني يمسح السبورة، إذن عندنا هنا إيفاس. طبعا هذه صيغة ديال لو فيرب إيفاسي في الأمر. عندما تطلب من شخص أمامك سواء كان أنت أو ذكر تقول له إيفاس، يعني امسح.
إذن هنا غوني أفاسي، يعني أن غوني مساحة. كما تنشوف هنا عندنا لو بارتيسيباسي دو فيرب إفاسي سابقو لوكسيليير أفوار أو بريزون. إذن حصلنا على لو باسي كومبوزي دو فيرب إفاسي. هنا تنتكلم على واحد النوع من الماضي كما ذكرنا في غير ما مرة اللي تيتسمى لو باسي كومبوزي. إذا نتكلم عن الماضي المركب. إذا غوني إفاس، غوني أ إفاسي، ستادير كو غوني أ إفاسي لو تابلو. أبخي أون أوي ميرو، أوي ميرو، أوي ميرو، أين هو ميرو؟ إلي إيسي، إلي هو إيسي، هنا. طبعا كما ذكرنا فيما سبق، إيسي نقول مثلا فيان إيسي. أو بيان باسي باغ إيسي، إذن مروا من هنا، يعني سيروا من هنا، هنا إلي إيسي، إلي إيسي، إنه هنا. كما لو نقول إلي لا، كما رأينا فيما سبق، إلي لا، يعني هو هنا، أو نقول إلي إيسي. إذن إذا قلنا إلي إيسي، أو بيان إلي لا، إذن تقريبا نفس المعنى. ثم لو فواسي، ها هو، نقول أحيانا فواسي لي دو موطون، مثلا ها هما الخروفين، فواسي لي دو موطون، ها هما الخروفين. هنا لو فواسي، ها هو، لأننا قلنا فواسي خاصنا نكملو، غنقولو فواسي غوني، فواسي لي دو موطون، فواسي لا ميزون، إلى غير ذلك. لكن عندما نقول لو فواسي يعني ها هو، ها هو الذي نتكلم عنه أو نبحث عنه أو نسأل عنه. أوي ميرو، أوي ميرو، إلا إيسي، إلا إيسي، لو فواسي. مون بابا أ أن سينما، إذن أبي عنده، طبعا هاد أ كما ذكرنا في غير ما مرة، راهي هاد أ، هادي ديال أفواغ وهادي ديال أفواغ. هنا جات من بعد منا اسم أنه أفاد الملكية، حتى لو أنه تصرف في الماضي غيفيد لنا الملكية. مثلا لو قلنا مثلا مون بابا أي أن سينما، يعني أن أبي كانت عنده سينما. لو صرفناه في لو فيتور مثلا نقول مون بابا أوغا أن سينما، إذن أبي ستكون عنده سينما. إذن ديما تفيد لنا الملكية مادام أنه كان متبوع باسم، لكن عندما يتبع بفعل بالضبط عندما يتبع بلو بارتيسيباسي دو فيرب، هنا تفيد لنا بأنه تيكون مساعد. إذن هنا تيكون فقط مساعد، يعني تيكون هو، هو يعني هاد لوكسيليير، يعني هاد أفواغ. ثم لو بارتيسيباسي تيكون بجوج واحد الزمان مركب. إذن مون بابا أن سينما، يعني أن أبي عنده سينما، عنده الآن، لأن أ هذه ديال أفواغ في البريزون، يعني في الحاضر. إذا الأب عنده الآن سينما. مون بابا أبي أ أن سينما، عنده سينما. ثم فواسي مينا، ها هي مينا. إذا قلنا مثلا أوي مينا، أوي مينا، أين هي مينا؟ إذا هنا سنقول لا فواسي، لا لا، ماشي لو، لو ديال المذكر، تنقلبو على ميرو اللي هو مذكر، نقول لو فواسي، ها هو. إذا قلنا وي مينا، أين هي مينا؟ طبعا هنا سنقول لا فواسي، لا فواسي. طبعا نكتب هنا لا ولا نكتب لو، لأن مينا مؤنثة. إذا هنا عندنا فواسي مينا أن جو أفيك لوسي. إذا فواسي مينا أن جو أفيك لوسي، إذا هي تلعب مع لوسي. باس مو لا بال، باس مو لا بال، مرر لي الكرة. باس مو لا بال، مرر لي الكرة. لو فيرب باسي يعني مرة. نقول مثلا لو طون باس، لو طون باس، يعني أن الوقت يمر. أحيانا نقول كما عندنا هنا باس مو لا بال، يعني مرر لي الكرة. أو نقول كما قلنا فيما سبق باسي، باسي باغ لا، يعني مروا من هنا، باسي باغ لا. إذا هاد لو فيرب باسي
انه تفيد الكثير من المعاني هكذا باس مو لا بال، كما قلنا هنا عندنا لو فيرب باسي ولكن في الامر الامبيراتيف، لانك هنا مثلا تتامر شخص اخر تقول له باس مو لا بال، مرر لي الكره، باس مو لا بال لوسي، مرر لي الكره يا لوسي. ثم روني بوا دي جي دو سيترون، يعني ان روني يشرب. طبعا هنا عندنا لو فيرب بواغ تنتمي للمجموعه الثالثه لانه ما تنتهيش لا بإي إر ولا بأو إر، عندنا إر أو في الآخر. إذا غوني بوا دي جو دو سيترون، يعني أن غوني يشرب عصير الليمون، عصير الليمون، عصير هاد الليمون. غوني بوا دي جو دو سيترون، يعني أن غوني يشرب الآن كما تنشوفو لو فيرب بواغ تتزادلو هاد الطي في الآخر. في الماضي مثلا في لو باسي كومبوزي سنقول روني ا بو، روني ا بو. طبعا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بواغ هو بو، هذه معروفه. روني ا بو يعني ان روني شاربه دي جو دو سيترون، شاربه عصير ليمون. هنا عندنا روني بوا، روني يشرب دي جو دو سيترون، يشرب عصير ليمون. ثم عندنا مينا بيرس لو بيتي بيبي. اولا بيرس، كاينه كلمه لو بيرسو، لو بيرسو، لو بيرسو يعني مهد، يعني هو السرير الخاص بالطفل. نتكلم على لو بيرسو يعني السرير الخاص بالطفل، السرير الصغير يسمى لو بيرسو. هنا عندنا بيرسي، هنا عندنا لو فيرب بيرسي يعني انك تؤرجح، تؤرجح مثلا ارجوعه. اذا مينا بيرس، مينا بيرس لو بيتي بيبي، مينا بيرس لو بيتي بيبي يعني ان مينا تؤرجح لو بيتي بيبي الرضيع الصغير. ثم عندنا ريمي اتراسي ان رون سور سون اردواز. اذا كما تنشوف هنا اس جات بين دو فويال، جات بين اي وجات بين او. اذا هاد اس او لن تنطق س بل ستنطق ز. ريمي اتراسي، طبعا هنا ديجا في لو فيرب تراسي، ici on a le participe du verbe tracer précédé par l'auxiliaire avoir au présent. Alors là on a le passé composé du verbe tracer. ريمي اتراسي، اذا ريمي انه خطط او رسم، ولكن ما تتكلموش على الرسم، انك ترسم شيئا، ترسم مثلا ليمون، ترسم مرآة، ترسم مثلا شيء من الخضار إلى غير ذلك، بل أنك ترسم خطا، ترسم مثلثا. إذا هنا في هذه الحالة نتكلموا على لو فيرب تخاسي كما عندنا هنا. إذا غيمي أتخاسي أن غيمي أنه رسم أن غون دائرة سيغ على سون أردواز لوحته. إذا غيمي أنه رسم واحد الدوارة على اللوحة ديالو. Rémi a tracé un rond sur son ardoise. Puis, Thomas, le nakra ou puis, puis, yani Thomas, il a effacé. Thomas ou Massaha. Puis, il a effacé. Thomas ou Massaha. Quel moment qu'il a dit là? Puis, il l'a effacé. Nous dirons là, elle apostrophe. Le maqsoud là, Thomas ou مسحها، مسحها هاد لوغون، مسحها لوغون كي لا تخاسي التي رسمها. طبعا اذا هنا عندنا بوي ال ا افاسي، بوي الى افاسي. اذا ريمي اتراسي ان رون سور سون اردواز بوي الى افاسي. ريمي، ريمي اتراسي، اتراسي ان رون، رون لا نقرا روند، rond sur son ardoise, ardoise. Puis, puis, les sept puis, puis, il a effacé, effacé, et effacé. Oui, ce joli petit mouton est à moi. Ce joli petit mouton est à moi. Naam, هذا الخروف الجميل est هو à moi, li ana. À moi.
لي انا. نعم هذا الخروف الجميل الصغير هو ديالي، هو لي انا. وي سو جولي بوتي موطون، سو جولي بوتي موطون اي تا موا. سولوي لا، سولوي لا كما نقول هذا اللي مليه. سولوي لا، سولوي لا، سولوي لا يعني هذاك اللي مليه. سولوي لا، سولوي لا هذاك اللي مليه. اي تا لوسي، انه لي لوسي. اذا وي سو جولي بوتي موطون، هذا الخروف الجميل الصغير اي تا موا، انه لي. واضح بان مينا هي التي تتحدث، تقول وي سو جولي بوتي موطون اي تا موا، هذا الخروف الصغير الجميل هو لي انا، هو لي انا. سولوي لا يعني البعيد شيئا ما، اي تا لوسي انه لي لوسي. نو بخونون سو باراغراف، نعيد هاد الفقرة. وي ميغو إلى تيسي، إلى تيسي. لو فواسي مون بابا أن سينما. فواسي مينا، فواسي مينا. إل جو أفيك لوسي. باس موا لا بال لوسي، باس موا لا بال لوسي. روني بوا دو جي دو سيترون. مينا بيرس لو بوتي بيبي، مينا بيرس لو بوتي بيبي. ريمي أتخاسي، Rémi a tracé un rond sur son ardoise, sur son ardoise. Puis elle a effacé. Oui, ce joli petit mouton est à moi. Celui-là est à Lucie. Celui-là est à Lucie. ثم عندنا هاد المقاطع اللفظية وهاد الكلمات. Puis on a ces syllabes, ces mots. On a premièrement ce, si, le citron. Le citron, voilà, c'est le citron. Voici, par exemple, voici le petit mouton. Mina, par exemple, voici Mina, voici Mina. Le cinéma, voilà. Regardez sur l'image, c'est le cinéma. Va à ta place, va à ta place. Va à ta place. On a déjà vu cette phrase. Regarde ici. Va à ta place. Idhab ila makanik. Idhab naktafi bada al-qadr. Hayyakum Allah. Wa ila liqa'in qadim bi idnillah.